الآب والابن الروح القدس الواحد أمين. بنعمة ربنا هنتأمل النهاردة في آية جميلة من سفر الجامعة لسليمان الحكيم. الآية مضمونها بيقول: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. هنلاحظ أن اللي كتبه سليمان الحكيم في هذا السفر كاملا هو خلاصة تجربته في الحياة على الأرض. تجربته كانت جميلة جدا مع بداية حياته مع ربنا وبنائه للهيكل، وأن ربنا اداله النعمة دي أن هو اللي هيبني هيكل ربنا، وأنه هيقول له لتكن عيناك مفتوحتين هذا البيت ليلا ونهارا. وكان جميل جدا في علاقته مع ربنا، وطلب حاجة جميلة من ربنا، قال له أنا عايز الحكمة، فاداله حكمته كاملة إلى أن استخدم هذه الحكمة في طريق خاطئ، وابتدى يميل إلى قلبه ويميل إلى شهواته، وبناء عليه تعرف على نساء كثيرات لدرجة أن هو بنى لهم معابد، وابتدى يبخر لأوثانهم، وابتدى يبعد عن ربنا، إلى أن أتى به ربنا مرة أخرى وقال له: لا، فوق لنفسك، لأن شيخوختك قد اقتربت ونهايتك قد اقتربت. وإذا به يكتب لنا سفر الجامعة اللي هو بيقول فيه: أنا الجامعة ابن داود. ويمكن هنا لفظ الجامعة جميل جدا، لأنه بيقول فيه أن هذا الإنسان جمع من ربنا كل الحكمة، ليست الحكمة المطلقة التي لدى الله، لكنه طلب حكمة الله، علشان كده سمى نفسه الجامعة. ويمكن في ناس بتفسر كلمة الجامعة إن هو أخد لفظ مؤنث علشان يبكت نفسه على أخطائه التي عملها. تجربة حياة سليمان الحكيم على الأرض تلخصت في الآتي، إنه آخر حاجة قالها في حياته في سفر الجامعة في الإصحاح الأول: الكل باطل وقبض الريح. وفي آخر آية في سفر الجامعة برضو قال: فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الأمر، هذا اللي هو الإنسان كله. علشان كده سفر الجامعة من جماله بيقول حاجة واحدة: أي شيء أرضي غير مرغوب فيه. الآية اللي بصددها إحنا بنتكلم النهاردة بيقول: ارمي خبزك على وجه المياه. يعني إيه ارمي خبزك على وجه المياه؟ زي ما بيقولوا بالبلدي كده: اعمل الخير وارميه البحر. طب إزاي أنا أعمل الخير وارميه البحر؟ والبحر ده إيه بالنسبة لي؟ البحر ده صنيعة ربنا، البحر ده اللي في يوم من الأيام الصيادين تلاميذه لما دخلوا للعمق وما قدروش يصطادوا، قال لهم: ارموا شبككم، ادخلوا للأعماق وارموا وحملوا الكثير. الخير اللي أنا مفترض إن هو يكون خير وأنا برميه وأنا بنساه، الله لا ينسى تعب المحبة، ما بينساش الخير إطلاقا. لما قال لليهود: ملكة التيمن ستقوم في يوم الدين وتدين هذا الجيل لمجرد أنها زارت سليمان، الله لا ينسى كأس ماء بارد قدمه أي إنسان في خدمة أخيه الإنسان. علشان كده الخير اللي أنت متخيل أنك أنت بتقدمه مهما كان صغير، لكن عند ربنا له قيمة كبيرة وبيرجع لك أضعاف أضعاف. مش مهم يرجع بنفس الأسلوب، ومش مهم يرجع بنفس المقدار، لا، عند ربنا الخير محفوظ إلى يوم الدين. علشان كده دايما لما بيقول لنا ربنا اعمل الخير، يعني معنى كده أنا بقول لك أنا عملت فيك خير. السيد المسيح نزل من أعلى سماه وتجسد علشان يعمل فيا أنا خير، علشان يخلص نفسي من الموت، وعلشان يبعدني من الهلاك ويوديني للملكوت. علشان كده السيد المسيح لما عمل كل الخير كان يقول يصنع خيرا. علشان ايه؟ ايه الهدف من ورا ده؟ عشان يعلمني، علمني ازاي اصلي، علمني ازاي اعطي. لما لقى المرأة اعطت الفلسين قال لهم: انظروا لقد اعطت اكتر من كثيرين. ليه؟ لانها اعطت من اعوازها. مفيش خير بيضيع، مفيش كلمة طيبة بتذهب مني لأي إنسان إلا وتأتي بالخير والثمر. لما بحط البذرة في الأرض أنا مش بطلب منها حاجة غير إن ربنا هو اللي ينميها ويقيمها
وتديني 30 و60 و100. علشان كده ربنا بيطلب مني دايما ان انا ادي من وقتي، ادي من اعوازي، ادي من مالي، اتصدق بكل ما هو ليا، علشان اقول له في الاخر كل ما هو لي يا رب انا بديهولك عن طيب خاطر. بنتعلم ان الخير ما بيروحش، والسيد المسيح نفسه قال لنا مفيش خير انت بتعمله الا وبيرجع لك، زي ما قال للشعب انا لا انسى خروجكم ورائي في البرية. بنطلب من ربنا دايما ان يدينا ازاي نعمل الخير، وازاي ان الخير ده ما بيرجعش فارغا ابدا. وللهنا المجد الدائم للابد امين.